السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوق جديد من سيوات ليلى عميريه. الفلوق ديال اليوم من لوكيليه طنينشات ولد عبد الله. تحيه للناس تاع ولد عبد الله وتحيه للناس تاع طنينشات، تحيه لخوتنا العرب داخل. السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فلوق جديد وفيديو جديد من سيوات ليلى عميريه. الفلوق ديال اليوم مشينا نشوف ولد عبد الله، واحد الناس زيراني تحولوا من حدايا مشاو ولد عبد الله في الوالده ديالهم. مرحبا. ودجنا غادي كنقلبو تلاشنا الدار، خرجنا فواحد السيد الله يحفظو ويخيرو ورا لينا الطريق ويقول لنا تشمناو تديو معاكم شويه ديال الحام، غنعطيكم شويه ديال الحام. يعني ما كيعرفنا ما كنعرفو، باش تعرفو الكرم ديال بني نمير ولاد عبد الله الله يقوي خيرو. المهم غتدخلو معنا وغتابعو معنا الفلوق. سمحوا لي الزرعه هذه في ولاد عبد الله الصنيتشات، تبارك الله الحاج السلام الله يقوي خيرو تبارك الله عليه، وتعاجينا العائله الزيده نتاعهم في الوالده ديالهم الله يرحمها الله يغفر ليها. وغتبعوا معنا الفلوقات ديال ولاد عبد الله، وغتبعوا معنا هنا تبارك الحاج السلام الله يقوي خيرو. هو مسكين غيعطينا الرمان وغيعطينا الحامض، يعطيها الخير. قلت لي غنصور، قال لي خذي راحتك، عطاني الليمون عطاني الحامض عطاني الرمان الله يقوي خيره والله يعطيه صحيحته تبارك الله الخير تاع بني عمير وتاع ولد عبد الله. وشكرا للحاج السلام بزاف بزاف الله يبارك فيه والله يكثر من امثالو الكرم تاع بني عمير، ونردو ليه في الفرح ان شاء الله. شوفي تبارك الله القرعه كانت باقا ما طيبهاش حتى هي، شوف القرعه تبارك الله عجبني هذا المنظر ديالها، قلت هي نصورها لكم. هي الرميمنات، شوفوا الرميمنات باقيين شادين في الشجره تيخليوهم هكا كاك الوجوه. والليمون تبارك الله جات معايا الصباني حتى هو نايض عندو في البلاد. وغادي نخليكم مع بقية الفلوق الى الفلوق التالي اللي بعدو ديال الشرفة ان شاء الله، نشد لكم فلوق من الشرفة حتى هي الشرفة ولاد عبد الله. نخليكم مع الفلوق وفي امان الله ورعايته، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام في امان الله ورعايته. صح عطانا الخيرات من بلادو، ذوقنا الجيران ذوقت الناس ذوقنا واحد السيد ورقت الحامض رقدته الحامض المصير راكم عارفين ضروري كنحتاجو في الطياب تا هو رقدته. وفي امان الله ورعايته.